مساء الفل، مساء الجمال، مساء الصحة والجمال. وحشتوني جدا جدا، أهلا بيكم في برنامجكم فكرة. وطبعا مش محتاجة أقول لكم الشعار بتاعنا اللي احنا دايما بنقوله: فكرتنا النهاردة مستقبل بكرة. النهاردة بقى أنا معايا حاجتين، فكرة وفقرة. فكرة جميلة جدا وفقرة أجمل وأجمل. معانا النهاردة فقرة بتكون عن كيفية صناعة وتسويق اللاعبين. هو موضوع جميل طبعا، ويا رب تستفادوا منه. معانا النهارده في الاستوديو كابتن رائد بشير، وهو لاعب الزمالك والترسانه ومنتخب وكان منتخب مصر السابق، وكان محترف برضه سابق لعده انديه عربيه عديده، ورئيس شركه اكاديميه ليفربول ايجيبت لتسويق اللعيبه. اهلا بيك يا كابتن في الاستوديو. طبعا انا عرفتك كتير قوي، يعني حاجات كتير يا جماعه ما كنتش عارفه اعرف ايه ولا ايه. ومعانا طبعا اللاعب ليفربول عبد الناصر عبد المجيد، مرحبا بيك طبعا. ومعانا والده الحاج عبد الناصر عبد المجيد، منوريني جدا في الاستوديو. بص يا كابتن، طبعا في البدايه كده انا عايزه ابتدي بيك، عايزه اسالك سؤال. عايزاك تقول لي ايه هو دور الشركه وتخصصها، يعني اللي انت حضرتك بدات بيه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا برحب طبعا بضيوفنا الله يبارك واهلنا وحبايبنا وكل سوهاج عشان خاطركم، يعني طبعا منورنا. ربنا يخليك. طبعا ليفربول ايجيبت دور وتخصص شركه واكاديميه ليفربول ايجيبت هي شركة تسويق لاعبين وأكاديمية تعليم وتجهيز اللاعبين للاحتراف للخارج أو للعب في أندية القمة الدوري الممتاز. احنا بنستقبل جميع اللاعبين، بيكون من خلال الأكاديمية بنجهزهم، بنلعبهم في نادي، وبعد الفترة اللي بيلعب فيها في النادي بنسجله في اتحاد الكرة المصري، بيطلع له كارنيه اتحاد الكوره، بيشارك مباريات رسميه، بنبتدي من خلال ادينا له كل الفرص دي، بنقعد نتفرج على اللعيب نشوفه. يعني كل اللعيبه لما بتروح انديه بتعمل اختبارات، والكويس بيتاخد الوحش بيمشي، مع انه ممكن يكون مش موفق مش وحش، لكن احنا بنستقبل اللاعبين وبنديهم فرصه كامله انه يتسجل معانا في النادي ليفربول ايجيبت، النادي التابع لليفربول ايجيبت، وبياخد فرصته كامله وبنتفرج عليه نديله جميع الفرص. في واللعيب اللي هيظهر بمستوى جيد في خلال الفتره دي بنسفره المغرب او الامارات او اسبانيا، او بنلحقه لانديه القمه من خلال المباريات اللي هيلعبها ضد انديه الدوري الممتاز. اللي بيظهر بمستوى جيد بعد ما بنقدم له الفرصه دي بنسفره خارجيا او بيلتحق بنادي. الحاجه الثانيه او النقطه الثانيه ان احنا من خلال برنامجنا طبعا احنا بندور على الموهوبين، اي حد عنده فرصه او موهوب احنا بنساعد اي حد محتاج فرصه، ويكون بشرط انه يكون لعيب موهوب. احنا ليه بنستقبل اللاعبين؟ ما بنقولش ده حلو او وحش في الاول، كل الناس اللي بتجينا بنأهلها، نديها خطه وبرنامج ثابت، وبعد كده بيتسجل عندنا في النادي وبيلعب دوري، عشان نقدر نديه كل الفرص الكافيه اللي نقدر من خلالها يبقى اللعيب جالنا، اهلناه، جهزناه، اتسجل في اتحاد الكوره، لعب دوري ضد كل الانديه الكبيره. انت كده يبقى اديت له كل الفرص، فالباقي على ربنا ثم على مستوى اللعيب. اللي هيظهر بمستوى جيد في التوقيت ده بنبتدي خلاص قدامه حلين، لا اما بنسفره بره على نفقه شركتنا وبنوفر له نادي في الامارات او المغرب او اسبانيا، او ان احنا نوديه من خلال النادي التابع لليفربول ايجيبت الى انديه القمه في مصر. وبالمناسبه احنا طبعا خلال 3 شهور بالظبط بنعمل، هيكون في سفريه قريب، لا اما المغرب لاسبانيا او الامارات قريب جدا ان شاء الله. طيب تمام، انا عايزه اعرف منك كمان ازاي ده بتسوق له، بيكون محلي سواء محلي او دولي؟ تمام، جميل السؤال ده، لان السؤال ده بيفرق ما بين الناس اللي عندها خطه احترافيه في التسويق ولا لا. اولا يعني انك تصنع لاعب وانك تسوق لاعب، الاثنين دول مهمين ومرتبطين ببعض، ولازم يكون اهل التخصص هما اللي يتحكموا في ده او اللي يديروا ده.
ازاي ان احنا بنسوق اللاعبين محلي محلي، في حال ان اللاعب لما بيلعب معانا مع النادي التابع لليفربول ايجيبت هو بيلعب ضد كل ضد الانديه، فبيفرض نفسه رسمي قدام العالم كله مش قدام النادي ولا اتنين وتلاته، لانه اللعيب المميز انت مش هتقدر تقول عليه مش مميز، لكن انت ممكن تروح تعمل اختبار في الاهلي يقول لك مش كويس او مش موفق، الزمالك نفس النظام، اي انديه مصر، لكن لما انت تلعب ماتش ذهاب وعوده 90 دقيقه معايا عندي في ارضي في ملعبي كليفربول ايجيبت و90 دقيقه الناحيه الثانيه، فانت قدامك فرص كتير انك تقدر تثبت نفسك، فده تسويق مباشر للجميع بعد ما نجهزه كويس ونأهله كويس، تمام؟ ده التسويق المحلي او بصفه مباشره، بجانب علاقتنا بكل الانديه انديه الدوري الممتاز يعني متعاقدين معاهم ومتفقين معاهم ان احنا بنودي لهم اللعيب اللي هيظهر بمستوى جيد، ده غير كمان ان احنا متعاقدين مع انديه في اسبانيا وفرنسا، واحنا يعني يهمنا جدا ان يعني احنا ندور على المواهب وعلى اللعيبه اللي محتاجه فرصه، اللي فعلا اتظلمت لان في ناس كتير جدا محتاجه الفرصه دي، ده بالنسبه للمحلي، بالنسبه للدولي انا بتفرج على اللعيب اللي هيظهر بمستوى كويس، ده قراري انا الشخصي، ببتدي ارتب مع انديه الانديه اللي انا متعاقد معاها في اسبانيا او المغرب او الامارات، وبجهز له فتره معايشه على حساب الشركه، وبنسفره من خلال المباريات الرسميه اللي هيلعبها على بره، ده التسويق الخارجي. تمام يا كابتن، انا بس عايزه انتقل بس لعبده. اتفضلي. ايه شكلك متوتر كده؟ طيب انا عايزه بس اسالك سؤال كده في البدايه، انا عايزاك تقولي بدات ازاي؟ انا بدات علي صوتك كده سمع الناس. انا بدات كنت العب انا واصحابي زي كده يعني، وقعدت العب وما فيش الفرصه، واختبرت مره اتنين وتلاته بس ما فيش فرصه برضه، رحت اختبر رحت الزمالك رحت الاهلي بس ما فيش برضه الفرصه وما فيش حتى الامكان ان انا العب زي كده يعني، وقعدت العب بس ما فيش انديه مهتمه وما فيش من الحاجات دي خالص، والحمد لله انا لعبت وحاليا انا في ليفربول ايجيبت وتواصلت مع الكابتن رائد ووصلني المحله دي، وان شاء الله في السفريه كده اسبانيا اما المغرب يا اما الامارات وكده يعني، مرتبين هو امور باذن الله في حاجات من دي. طيب انت ايه طموحك الفتره الجايه دي؟ انا طموحي ان ابقى لاعب محترف ونجم كبير يعني. انا عايز اقول لك يا استاذه يعني بالنسبه لعبده، وطبعا من يعني من الناس الطيبين المحترمين، انا كنت لسه على فكره هتجه ليه واقول له ايه رايك يا حاج، انا بس يعني قبل عايز اوضح حاجه قبل ما تروح للحاج، هو عبده طبعا زي اي حد بدا كوره في راح انديه واختبارات وما كانش ليه نصيب، فطبعا تواصل لينا فقدرنا نسجله معانا في ليفربول ونطلع له كارنيه اتحاد كوره ويشارك معانا، ولسه كان عندهم بيلعبوا الترسانه الاسبوع اللي فات، فان شاء الله عبده ظهر بمستوى كويس جدا في خلال المباريات، وان شاء الله بنجهز له الاحتراف بره لا اما الامارات لا اما اسبانيا بالتحديد. ان شاء الله. انت ايه راي حضرتك يا حاج؟ ان شاء الله خير باذن الله، وانا مستمر معاه باذن الله. ايوه يعني انت مبسوط من الكابتن؟ انا مبسوط بالكابتن رائد يعني من الكباتن المحترمين والله. انا اللي عايز اقول لك بالنسبه للحاج، الحاج من الناس الطيبين المحترمين جدا اللي بيدعموا اولادهم، يعني يا ريت كل الناس تقف مع اولادها نفس الوقفه اللي الحاج واقفها وبيدعم ابنه، جاي من سوهاج من اخر الدنيا عشان يقف جنب ابنه ويديله فرصته، وبالمناسبه الحاج من الناس اللي خدمت بلادها وخدمت وطنها وخدمت الجيش في حاجات كتير جدا، وكان حصل على شهادات كتير جدا. ايه هي شهادات الحاج؟ حرب الخليج الاولانيه في سنه 90 ما شاء الله. تمام، واخد شهادات، واخد فرقه الصعقه، واخد فرقه مظلات، واخد فرقه اشاره، طابور سير 300 كيلو في الجبل. ما شاء الله. ان شاء الله يبقى بيشرف كده زيك يا حاج ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب يا جماعه هناخد بقى فاصل صغير وهنرجع لكم تاني، طبعا بنشكر الواد وبنشكر عبده. الله يخليك. انتظرونا بعد الفاصل.
نشوفه تاني بعد الفاصل. طبعا انا عايزه ارحب دلوقتي معانا في الاستوديو اللاعب ليفربول محمد عبد الله، ومعانا اللاعب ليفربول برضو كريم محمد اسماعيل، ومعانا الحاج هو والد محمد، الحاج والد محمد عبد الله، ويكون عمك صح؟ يعني هو، بص يا جماعه، انا عماله ساعتها بقول لهم انا مش كريم، انا كرم، انا متلخبطه فيهم. وطبعا معانا الكابتن، طبعا متواصل معانا يعني. طيب انا بقى عايزه كده ابتدي الاول اسالك يا محمد، عايزه اقول لك ايه خطتك الجايه؟ ان شاء الله يعني نسافر بره وكده، والكابتن رائد وفر لنا سفر بره للامارات، وان شاء الله يعني نبقى في حته تانيه كده. طيب وانت يا كريم، عايز اعرف برضو ايه خطتك الجايه؟ ماشي يا جماعه، كلهم في الاستوديو لابسين اصفر. طيب ايه خطتك يا كريم؟ طبعا احنا بعد ما تسجلنا في الشركه بتاعت ليفربول بنلعب دوري، وسجلنا تمام وبنلعب دوري يعني الحمد لله على مستوى، وبنحاول ان احنا الكابتن بيوفر لنا سفر الى مثلا الامارات او اسبانيا بره يعني ان شاء الله. انتوا بتلعبوا كره عشان تسافروا بس، انا عارفه. وانت ايه رايك يا حاج؟ اتفضل. طبعا برحب بالكابتن رائد، وطبعا دي الراجل جمع هنا باحلى واجب منورنا، ولعبوا فعلا سجلوا في النادي وبيلعبوا دوري على اعلى مستوى، وموفر لهم فتره الجايه هي بعد 3 شهور بالظبط، يعني على شهر 2 شهر 3 كده هيسافروا الامارات فتره معايشه هناك، وان شاء الله ربنا يكرمهم باذن الله. ان شاء الله تاخدني معاك يا كابتن. شرفينا. طيب عايزه بقى انتقل ليك، طبعا عايزه اقول لك سؤال مهم جدا، ايه الفرق بقى بين ليفربول ايجيبت وبين اي مكان تاني بالنسبه لك؟ تمام، انا هجاوبك على السؤال ده، بس بعد ما انت تجاوبيني انت على السؤال ده، تفتكر ان احنا موضوع الاصفر ده جه صدفه معانا ولا احنا متفقين عليه؟ انا متفق. طب هو ده لون الفريق بتاعكم؟ لا والله خالص، هي جت بالصدفه ان كلنا لابسين اصفر، يعني انا لو اعرف ان لابسين اصفر كنا هنغير حتى. على فكره حتى برضو يعني ايه مشاركوا لبس مش ده ما بين البنين. اتفضلك. الله، هو طبعا محمد وكريم بدأوا معانا من ليفربول ايجيبت عندنا في النادي، جولنا سجلناهم في النادي وطلعناهم مقارنات اتحاد الكوره، وابتدوا بالفعل يشاركوا مباريات رسميه ضد الانديه الدوري، وظهروا مستوى كويس الفتره اللي فاتت، وان شاء الله احنا يعني متابعين معاهم، بنرتب لهم في سفريه في الامارات الفتره اللي جايه، ربنا يوفقهم ويمشوا على الخطى الثابت وعلى المستوى الثابت اللي هم يعني ماشيين بيه. لو فضلوا زي ما هم مركزين كده وبيتمرنوا كويس ويأدوا كويس في المباريات، في وكلاء احنا طبعا بخصوص شركتنا ليها فروع بره، ليها فرع في المغرب طبعا وفي اسبانيا وفي الامارات. انا كنت هسال حضرتك اللي حابب ينضم ليكوا طبعا يتواصل معاكوا ازاي؟ احنا طبعا في ارقام التليفونات بتاعتنا على الشاشه، هي على الشاشه طبعا هتظهر لهم دلوقتي. ايوه تمام، يتواصلوا اي حد عنده موهبه محتاج فرصه احنا هنقدر نقدم له، احنا ما بنظلمش حد، واحنا بندور على اللعيبه الموهوبين المغموره، لان في ناس كتير جدا لعيبه كويسه بس محتاجه فعلا فرصه. انا بقول احنا ما فيش عندنا لا وسايط ولا عندنا مصلحه ولا رشاوي. اللعيب اسال على حاجه، هو مرتبط بسن معين؟ لا خالص، جميع الاعمار السنيه ابتداء من 10 سنين لحد 20 سنه بس. لا ما خلاص بقى، اللي كبر هيبقى صعب، عشان بس يعني انا عندي في اسبانيا بيحتاجوا مننا 16 17 18 19. الباقي الاعمار السنيه بتبقى في المغرب والامارات. ليه اسبانيا بتاخد السن ده؟ لانهم زي ما بيقولوا من شاب على شيء شاب عليه، التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. فعشان كده احنا اللعيبه اللي بتجي لنا بناسسها بناهلها الاول ونديها الفرص بتاع المباريات الرسميه. فان شاء الله كريم ومحمد هيكونوا معانا، بنجهز لهم لفتره
احتراف جايه من شهر 2 او 3 اللي جاي، واحنا ما بنرتبطش باي بقيد معين. احنا اللعيب اللي بيجهز معانا ومستواه كويس بنسفره في اي وقت، واحنا بنتحمل تكاليف سفره والنادي اللي هيسافر عليه، بس بشرط انهم يفضلوا يعني بالمستوى الجيد ده طول الفتره اللي جايه ان شاء الله. مفيش بنات عندكم؟ لا لا اولاد بس. تمام. طيب عايزه اسالكم، انتوا ايه طموحكم بقى بعد كده برضه، ولا هتعملوا ايه في حياتكم بعد كده في الموضوع ده؟ ايه طموحكم؟ ان شاء الله يعني نسافر الامارات كده، نقدر نعمل حاجه، نرجع تاني على مصر نلعب في منتخب مصر يعني كده ان شاء الله. وانت ايه طموحك؟ نفسي برضه ربنا يكرمنا ان شاء الله، ربنا معانا واحنا يعني بنجاهد وبنسعى، وربنا ان شاء الله يقف معانا. طب ايه رايكم في الاكاديميه بتاعت الكابتن؟ بصراحه لا لا من غير مجامله، ايه اللي ضفيته ليكو؟ التمرين كويس جدا، يعني في التزام في التمرين، احنا بنلتزم بالمواعيد كمان، يعني قبل التمرين بنص ساعه بساعه بنكون موجودين في الملعب، بننام بدري بنقوم بدري، بقى في يعني بقى في سيستم احنا ماشيين عليه. طيب وايه يعني بيبقى الانديه الثانيه بتبقى في حاجات يعني مش مفهومه، تمرينات اي كلام من غير ادوات، لكن هنا كل حاجه يعني الادوات موجوده، التمرين لازم نيجي في الميعاد، لو ما جيتش في عقوبه وكده يعني. لكن غير الانديه انت يا حاج ايه رايك في الموضوع ده؟ ايه رايك في كابتن؟ انت عايز تقول لي يا حاج ايه؟ كابتن رائد يعني صراحه يعني الراجل ما بيقعدش يعني ما بينامش، ليه؟ ان هو بيشوف شغله على اكمل وجه، بيروح وبيدور على اللعيبه بتاعته وبيسعى عليها مره واثنين وثلاثه، وواقف وبيستصل بالمدربين طبعا، وخلي بالكم من دول وكده وبتاع، ويعني بيدي دافع للعيب ان هو يتحمس اكتر. ده واجب علينا. تحب تقول ايه يا كابتن بقى كده الاخر لكل اللعيبه اللي عندك؟ طبعا انا بالنسبه لي اللعيبه دي، بس الاول عايز اضيف حاجه بخصوصهم. اللعيبه دي اتظلمت كتير، اولا محمد وكريم، وكان المفروض ان هم يكونوا في مكانه كويسه افضل من كده، بس الظروف يعني محمد كان في نادي الزمالك وقعد معاهم فتره هو وكريم، وتمرنوا فتره كبيره جدا في نادي الزمالك، وفي النهايه يعني تم استبعادهم. مش عايزين نقول نذكر اسباب، لان انا ده بيتي نادي الزمالك طبعا، مع احترامي كل الناس اللي في النادي، لكن عايز اقول ان يا جماعه لكل مدربين مصر وكل انديه مصر، بلاش تستعجل في انك تظلم لعيب. في ناس جايه من سفر، في لعيب تعبان عنده ظروف ما نامش كويس، ف يعني معظم لعيبه الكوره اللي بدات كانت محتاجه فرصه ومساعده، فيا ريت اي حد يعني يكون عنده ضمير ويدي الفرص دي لاي حد ممكن يجي له عشان ما يظلمهمش. انا عايز اقول لك ان اللعيبه دي دلوقتي ما شاء الله عليهم، يقدر اي حد يشوفهم يعني ادائهم قوي، مستواهم ثابت، بيطوروا من مستواهم، لان في دعم عندنا، بمدرب بيوجه، في محاضرات، في توجيه، كل واحد في شغل تخصصي لكل واحد، المدافعين المهاجمين، لازم الحاجات دي حاجات مهمه جدا. فاحنا بالنسبه لنا يعني احنا منتظرين المواهب ومنتظرين لعيبه تكون محتاجه فرص للذهاب. تمام، استمتعنا جدا معاك يا كابتن رائد، طبعا بشكرك وبشكر طبعا اللعيبه، وعايزه طبعا اقول لكم في الاخر خالص، عايزه طبعا اختم معاكم في الاخر خالص، زي ما بقول لكم في برنامج فكره النهارده مستقبل بكره، الى اللقاء.